المعتقدات التي تعرض في قنوات الأطفال تحت مسمى الخيال الواسع والقوة الخارقة، معتقدات تصادم العقيدة الإسلامية. شبح يعيش مع البشر أم فتى غريب الأطوار بقوى عجيبة؟ كلاهما. أنت وحش لا شبح ولا طفل، من يهتم بمسخ مثلك؟ لن يقول أحد لك سوى الوداع. والآن إلى تصفية الحسابات والتي تتطلب ارتكاب جرائم أكثر عنفاً. حان الوقت لتحريري من سجن الجسد. لعبة جيدة، لكن ورقة الفخ خاصتك تسمح لي بأن أستدعي وحشاً أيضاً، لذا أستدعي الآن فتاة الظلام العجيبة. فمن خلال هذه الأفلام الكرتونية يتعلم الأطفال السحر والشعوذة. الآن يا فارس الظلام هجوم، اقضي على وحشه وأنهي هذه المباردة. Hold on. From your chin to your toes, an elephant trunk. إني أبرر ساحرتي بالعملاق القوي. اقضي على عملاقه القوي بهجوم فارس الظلام. بالمناسبة من تعني بنحن؟ أتعني أصدقائنا الخياليين؟ صحيح أصدقائي. انظر ألقي التحية. إذا كان علي البقاء في جسدك الكريم فعلي إجراء بعض التحسينات التجميلية على الأقل. وتصور بعض الأفلام إمكانية إحياء الموتى عند البشر. لا تحاول أن سأقاتلك حتى آخر لحظة. لا تدعوه يهرب. وقد يتعدى الأمر على تصوير صراع بين الملائكة والشياطين كذبا وبهتانا. لا طبعا، إنها في هذه اللحظة يفكر في طريقة للخلاص من شرك. انتظر، لا تأكل هذا. لماذا؟ لأنه مسمى. انظر. هل تعرف الفتاة التي يوعدها مأمون؟ لا أدري، مديحة، بثينة، لوزة، أو ربما الفتاة ذات الشعر الأخضر. إنها جميلة إلى حد ما. الأمر ليس كما يبدو لك. تعني أنك لن تسيطر على العالم ولا تواعد فتاة أخرى؟ هذه اللقطات وغيرها كثير مليئة بالحب والإعجاب والعلاقات المحرمة مع الفتيات. انتظري، ما زال موعدنا قائما؟ نعم في الثامنة. ناهيك عن اللباس العاري الذي يظهر فيه الأبطال. أنت بخير؟ هكذا ها؟ أقصد كارث، انتهى الأمر، لماذا لا تعاقبيني؟ ويتعدى الأمر أحيانا إلى تقريب الشذوذ الجنسي وتشبه الرجال بالنساء. المفترض أن تسرحي شعرك كشعري، فلا أحد يجيد تسريح شعره أكثر مني في العالم كله. فماذا نرجو من جيل يتربى على هذه الأخلاقيات؟ أني رائعة، أتسمحين؟ أنت ثاني عجوز تتحرش بي اليوم ولست بمزاج جيد. الماء
دكتور، هل هذا الكلام اللي قاعد نسمعه والخطير جنسيا أولاد الأطفال يفهمونه؟ شوف أخي الشيخ نبيل، يفهمون أو لا يفهمون يخزن، وهذا هو أخطر شيء. لا توجد كلمة أو حركة يراها الطفل أو يدركها سواء بالسمع أو بالصورة إلا وتخزن، وده كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، أول سنة تربوية أن نؤذن في أذن طفل عمره دقيقة. سؤال، طفل عمره دقيقة يسمع يفهم؟ لا، تخزن. معنى أن العقل اللاواعي يشكل عند الإنسان في الأربعة أشهر في بطن أمه لخزن، فلما يولد الإنسان يخزن، هذه حركة تخزن عند الإنسان، والعقل اللاواعي هو المسؤول الحركة. أنا أتكلم الحين وأحرك يدي بطريقة لاواعية، فهو لما يشوف هذه المشاهد أو الحركات سواء كانت حركات جنسية أو سحر أو أي شيء، أو يسمع الكلمات تخزن، تطلع في العقل اللاواعي تلقائيا تطلع. وذلك هذا الذي يخزن، الكلمات تخزن، المشاهد تخزن وتطلع. لما تطلع وتمارس وتكرر أكثر من 3 أسابيع أو 21 مرة على الأقل تصبح نظام. طيب، نمط سلوك. الاختلاط أو مثل هذه الأفلام لما ترى الولد ينضج قبل أوانه. تخيل بنت عمرها 7 سنوات 9 سنوات ناضجة كأنها امرأة في 18 سنة. هذا موجود؟ موجود علميا، هذا نسميه النضج المبكر أو البلوغ المبكر. تخيل ولد عمره 10 سنوات ناضج. شنو سبب سببها؟ الأفلام، الحركات. شفت الحركة الأولى، هذا في نموذج، مجرد الحركة، أول شيء قصة الشعر، حركة اللي سواها حركة جنسية خليعة جدا بس كانت سريعة، هذه التقطها العقل اللاواعي وخزنها. الولد يصبح شخص يقلد هذه الحركة تلقائيا. عشان كذي نلقى شكاوى في مدارس الابتدائي من بعض الأولاد يسوون حركات المعلمات أو لبعضهم البعض، قد يكون هذه أسبابها. شكاوى أخرى، أنا كاستشاري جيني حالات، أنا ما يمر شهر إلا جيني على الأقل 4 حالات لأولاد أقل من 10 سنوات يعتدون على أخواتهم. لا حول، لأن ما يعني في شيء عنده الآن إلا أخته. إيه، ونضج، نضج جنسيا قبل أوانه. قضية المواعدة، 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 هذه صارت عادة في القنوات، صار هما، صارت القيم الاستهلاكية، أن الولد ما عنده أي هم إلا المعاكسات والبحث عن البنات ومطاردة البنات والحديث عن البنات، فذهب العلم، ذهبت العبادة، وذهبت العقيدة والقيم والأخلاق وغير ذلك، فهم أسسوا لنا أنماط استهلاكية. إنما يركز في ذهن الأطفال منذ الصغر لن يمحى بسهولة عند الكبار. لا تظن غدا مدرس التربية الإسلامية أو معلمة التربية الإسلامية سوف تمحو كل ما تعلمه الطفل من عقائد وأفكار وغير.